اهلا بكم مشاهدينا مجددا، وكذلك ارحب بضيفنا هنا بالاستوديو الاستاذ وريب الرتاوي. استاذ وريب، ناتو شرق اوسطي، ماذا عن المفهوم والمضمون؟ يعني تنصرف الانظار عندما نتحدث عن ناتو شرق اوسطي الى ما جرى تداوله في الرياض قبل حوالي 6 سنوات، عندما زار دونالد ترامب في 2016 المملكة السعودية وعقد قمم، 3 قمم عربية إسلامية خليجية ثنائية إلى آخره مع القيادات السعودية، وجرى في البيان الختامي الإعلان عن تحالف استراتيجي شرق أوسطي ميسا. الحديث دائما عندما يقال شرق أوسطي ينصرف الذهن إلى إسرائيل، لأنه لو كان الأمر شأنا عربيا، يعني تفعيل إطار أو منظومة أمنية إقليمية عربية، لقيل تحالف عربي أو حلف عربي أو أي شيء من هذا النوع. لو كان القصد من ذلك هو إدراج بعض الدول الإسلامية غير العربية في الإقليم، مثل تركيا كما كان يطرح في مرحلة من المراحل أو غير ذلك، لقيل إسلامي يعني، وهناك تجربة في هذا المجال في اليمن، تحالف عربي وإسلامي وغير ذلك. لكن عندما يقال شرق أوسطي ينصرف الذهن بالغالب إلى إسرائيل كطرف وكعضو في هذا الائتلاف، وينصرف الذهن في نفس الوقت إلى إيران بوصفها الهدف الذي يصمم هذا التحالف الاستراتيجي، يعني من أجل استهدافه بشكل أو بآخر. هذا بصفة عامة. الآن يعني طرح الموضوع بالآونة الأخيرة في ضوء التصريحات التي أدلى بها الملك لسي أم بي سي الأمريكية، لكن في الحقيقة التصريحات كانت غامضة وملتبسة إلى حد كبير، ليس هناك تفاصيل يعني تذكر، ولم يأتي بعد تلك التصريحات مسؤول أردني ليقول بالضبط ما الذي نعنيه بذلك، وما هو الناتو الجديد، ومن هي الأطراف المشكلة منه، ومن هي الأهداف الدول المستهدفة به أو التهديدات، حتى لا نقول دول، ربما تكون جماعات. لكن كل هذه التفاصيل يعني لم يجري ذكرها يعني بشكل أو بآخر. هنا ملاحظتين، الأولى أن الملك كان في معرض رده على سؤال، على سؤال، هو لم يبادر للحديث الموضوع. نعم، وثانيا قال بأنه إذا دعينا سوف نكون من أوائل المشاركين إن كان ذلك واضحا يعني في أدواري المحددة. نعم، هذا أيضا كان في التصريحات. اللي أعطى الموضوع اهتمام خاص إعلامي وسياسي واسع النطاق أن التصريحات جاءت قبل أيام من زيارة، من جولة جو بايدن في المنطقة، يعني منتصف الشهر القادم. وقبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، إعلام إسرائيلي عن مصادر أمريكية يقول بأنه لا ناتو شرق أوسطي بل بعض الترتيبات، وهذه الترتيبات تحديدا تتحدث عن انتقال إسرائيل من القيادة الأمريكية في أوروبا إلى القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط. يعني هل ربما ينسب ذلك هذه الفكرة؟ أنا أعتقد الفكرة لم تكن واقعية بالأساس. يعني أنا جادلت في أكثر من مناسبة وأمام الإعلام أنه ليست الفرصة مهيئة لناتو جديد في المنطقة. لو أخذنا الدول المشاركة في قمة بايدن العربية، القمة التساعية، قمة 9 في الرياض، ليسوا على موقف واحد. الإمارات نقلت الول ستريت جورنال عن الإمارات، عن الحكومة الإماراتية، قولها أنها لن تكون طرفا في ترتيب من هذا النوع ولن تستهدف دولة بعينها، وهي الأكثر حماسة للتطبيع مع إسرائيل، وهي قائدة مسار إبراهام يعني في التطبيع في هذا المجال. السعودية سربت أكثر من مرة بأنها ليست أيضا بهذا الصدد، وأن كل ما يمكن أن تتمخض عنه جولة بايدن في الرياض في جدة هو ربما حسم ملفات تيران وصنافير الجزيرتين اللتان انتقلت السيادة عليهما من مصر إلى السعودية بالتزامات مصر بموجب كامب ديفيد. يعني هذا أمر كان واضح من البداية في هذا المجال، وربما تقدم المملكة جائزة طردي لبايدن
الذي جاءها مرغما وليس طائعا، وانت تعرف ان 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 بايدن ياتي الى السعوديه كارها يعني وليس راغبا في هذا، ولكن المصالح والحاجه هي من دفعته للنزول عن قمه الشجره، ربما تقدم له جائزه طرديه من نوع فتح المجال السعودي الجوي امام طيران المدن الاسرائيلي المتجه للشرق الاقصى والمحيطين وغيرها. هذا يعني الحد الاقصى الذي يمكن ان نتخيله. طبعا لا يعني ذلك انه ليس هناك يعني تنسيق أمني، ترتيبات أمنية من تحت الطاولة إلى آخره، تبادل معلومات سواء عبر الأمريكان أو مباشرة، هذا يعني وارد وهو يحصل يعني الآن. لكن أن نصل بالأمر إلى مستوى حلف استراتيجي معلن ناتو شرق أوسطي بمشاركة إسرائيلية ضد إيران، هذا مش وارد، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة، تطورات الساعات 24 الماضية. يعني نتائج زيارة جوزيب بوريل إلى طهران والاتفاق على استئناف وشيك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في قطر، نتائج جولة الكاظمي بين الرياض وطهران والاتفاق على الانتقال بالحوار السعودي الإيراني من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وربما على مستوى وزراء خارجية، والاتفاق على تبادل بعثات فنية تدرس وضع السفارات والقنصليات في كلا البلدين توطئة لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، أعتقد خلقت أجواء انفراج ولم تخلق يعني ولا تدفع باتجاه التنبؤ بإمكانية تشكل من هذا النوع. ولكن لماذا لا نقول بأنه هذه يمكن أن تكون في إطار إعطاء ما يمكن أن وصفه بأنه يعني أن يرد الأطراف العربية الحلفاء يعني في حال أنهم ذهبوا باتجاه اتفاق نووي مع إيران أو تفاهمات مع إيران؟ شو قيمة هذا التحالف بعد ذاك؟ يعني ما الذي سيجري؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه صفحة جديدة مع إيران بدءا بالاتفاق النووي وتريد لإيران أن تصدر نفطا وغازا للأسواق العالمية، هل يفكر عاقل بأنها بصدد اتخاذ إجراءات وتوجيه ضربات وحشد قوى ضد إيران؟ أنا لا أعتقد أن هذا الأمر، ربما فقط في إطار أن تقول للعرب يعني أنا أخذت هذه الخطوة في إطار آخر، وأنه هي يعني في إطار بين قوسين أنه التهدئة أو الدفاع عنكم، هي في تحالف يعني أو حلف. أنا يعني أعتقد أنه الأمر ممكن التعبير عنه بطرق تانية غير تشكيل ناتو شرق أوسطي من شأنه أن يثير القلق والمخاوف عند كل الأطراف. بعدين يعني بالدول التي ستلتقي مع بايدن، هل العراق يمكن أن يكون طرفا في مثل هذا؟ الكاظمي سيكون في القمة في قمة جد. برلمان العراقي من أسابيع قليلة أخذ سن قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل والحكم بالإعدام على من يتورط في التطبيع مع إسرائيل، يعني سلفا العقوبة إعدام يعني. وبالتالي هل يمكن للكاظمي أن يكون جزء من هذا الترتيب؟ هل يمكن لعمان التي تحظى بعلاقات طيبة مع إيران ولديها اتفاقات في شتى الميادين، هل يمكن للكويت بوضعها الخاص ورفضها للتطبيع وتصدرها للموقف العربي الرافض للتطبيع أن تذهب في حلف من هذا النوع؟ هل يمكن لقطر التي تحتفظ مع إيران بأكبر يعني حقل الإنتاج الغاز في العالم، حقل المشترك مع إيران، أن تقامر بهذه المصالح وهي التي تقدم نفسها وسيطا في النزاع الأمريكي الإيراني والسعودي الإيراني؟ يعني هل يمكن أن تنتقل إلى محور من هذا النوع؟ شوف، تنسيق لقاءات مثل اللقاء اللي كشفت عنه وول ستريت جورنال في شرم الشيخ في شهر آذار الفائت، لقاء عسكري، لقاء أمني، تنسيق، تبادل معلومات تحت الطاولة إلى آخره، هذا يحدث وسيستمر وربما يتقنن ويتنظم في المرحلة القادمة. لكن شتان بين ترتيب أمني بهذه الحدود وبين القفز إلى فكرة تشكيل حلف استراتيجي تنخرط فيه ما تسمى دول الاعتدال العربي السنية وإسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها، أعتقد أن الأمر لم ينضج، لمثل المنطقة ليست ناضج لهكذا أمر، كان الأمر كذلك يعني من قبل وهو الآن أكثر يعني من أي وقت مضى، بالذات بعد التطورات أو الأخبار التي تشي بانفراجات، رغم أنه هذه الانفراجات ليست مؤكدة 100%، وقد ينقلب المشهد من جديد. إحنا في شهر 3 و2 وشهر يناير الفائت
كنا في مناخات انفراج قريبة، وكان الحديث عن الاتفاق النووي مسألة أيام. ثم انتكست المفاوضات منذ منتصف آذار حتى يومنا هذا، لم تعقد جلسة واحدة في مفاوضات فيينا، وبدأ أننا ذاهبون إلى 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 مرحلة من التصعيد، وبدأ أن إسرائيل تعربد في المنطقة مستفيدة من هذه المناخات. كسرت إرادة الفلسطينيين في موضوع مسيرة الأعلام. ذهب أرسلت سفينة التنقيب عن النفط والغاز في الحدود اللبنانية دون اتفاق على ترسيم الحدود. صعدت عملياتها في سوريا كما لم يحدث طوال سني الأزمة. وأخرجت مطار دمشق من الخدمة. عمقت وكثفت عملياتها الجريئة في العمق الإيراني ضد علماء وعسكريين وقادة أمنيين وضد منشآت نووية، وبلغت بها الجرأة حد استخدام طائرات مسيرة في استهداف بعض المنشآت النووية الإيرانية. مرتين ضرب نتانز مرتين، وهو درة تاج المشروع النووي الإيراني. احنا كنا نتحدث عن قرع طبول حرب قبل أيام. الآن حدثت انعطافة في هذه المنطقة. طبعا هذا أيضا من ضمن تداعيات أوكرانيا والأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء في العالم، لكن هذا لا يمنع كان التصعيد، يعني لم يمنعه من قبل وقد لا يمنعه من بعد يعني. لكن الآن نحن نرقب على الأقل بعض الانفراجات. أولا اتفاق التهدئة في اليمن والذي تم التجديد له. ثانيا النتائج الإيجابية لجولة جوزيف بوريل في طهران. الوساطة العراقية في هذا المجال. هوكشتاين الآن في إسرائيل ينقل للإسرائيليين وجهة النظر اللبنانية التي تبلغها من الرؤساء الثلاثة حول ترسيم الحدود. وهي عمليا خط 23 بلس أو خط 29 ماينس. يعني على الأرجح سيكون خط متعرج بحيث قانا للبنانيين وكريش للإسرائيليين. يعني الآن يبدو في باب للتسويات، عم نافذة للتسويات عم تفتح. قطر تستضيف محادثات بين طهران وواشنطن. طبعاً. ولكن أستاذ عريب، نجاح حتمي أم لا؟ لكن بني جانس قبل أيام كان يتحدث عن تحالف جوي بين عدة دول عربية، وأيضا البعض رأى بهذا الناتو الشرق أوسط أنه أول تفسير للمشروع الذي أعلن عنه قبل نحو أسبوعين في واشنطن تحت عنوان ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات. شوف الإسرائيليين لهم مصلحة في الذهاب بهذا المشروع إلى أقصى مدى. ولو ترك الأمر للإسرائيليين لأنشأوا ناتو بكل يعني أبعاده بين إسرائيل والدول العربية، سواء حدثت مواجهة مع إيران أم لم تحدث. هذه ذروة سنام مسار التطبيع إن شئت، أن تقبل الدول العربية الانخراط في حلف عسكري أمني استراتيجي مع إسرائيل. يعني هذا يعني يتخطى التطبيع. يعني أنت تقيم علاقة طبيعية مع عدد وافر من الدول، ولكنك لا تقيم أحلافا استراتيجية بالضرورة معها في هذا المجال. لكن هذا ليس بالضرورة يعني ما يمكن تحقيقه. ليس بالضرورة أنه المنطقة قد نضجت للقبول بوجهة نظر من هذا النوع. وفي ظني يعني نحن يعني لا نريد فقط أن نكتفي يعني بالتحليل في هذا المجال، أعتقد أن أي ترتيب أمني أو دفاعي في هذه المنطقة يجب أن يكون عربيا، وأن يكون عربيا خالصا محضا في حالة فراغ في النظام الأمني العربي وفي النظام الإقليمي العربي في حالة فراغ، وليس مقدرا للجامعة العربية أن تملأ هذا الفراغ. هناك 7-8 دول عربية غارقة في أوحالها، إن في حروب أهلية أو في اقتتالات أو في انقسامات أو في مجاعة أو في غير ذلك. وأنا يعني ما قاله الملك عن الدول التي تفكر بطريقة متشابهة، نرجو أن يكون بذلك يقصد يعني الأردن، الإمارات، السعودية، مصر، بعض دول الخليج الأخرى في الإطار العربي. نحن بحاجة للإيرانيين مشروعهم في المنطقة، للأتراك مشروعهم في المنطقة، للإسرائيليين مشروعهم في المنطقة، وحدهم العرب ليس لهم مشروعا في مشروعهم الخاص في هذه المنطقة. ولكن كيف يمكن أن يكون مثل هذا التحالف إن كان هناك في مجال لترتيب من هذا النوع من خلال كل هذه اللقاءات اللي شهدناها خلال الشهرين الفائتين؟ كان في حراك سياسي كثيف بين عدد من العواصم العربية. نأمل أنه ينتهي إلى ترتيب إقليمي عربي عربي، لكن دخول إسرائيل على خط هذه الترتيبات أعتقد أنها وصفة خراب
ليس يعني وصفة خراب للمشروع الإيراني أو للمشروع التركي، هي وصفة خراب للمشروع العربي، لأنها بهذا المعنى إسرائيل تكون قد ضمنت ليس فقط حياد العرب أو خروجهم من الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما إعادة اصطفافهم في هذا الصراع، ولكن من بوابة دعم إسرائيل وليس دعم الفلسطينيين. دول قمة النقب تجتمع في المنامة بمشاركة الاحتلال ضمن ما يسمى منتدى النقب، الذي يعني يبدو أنه كانوا يريدون أن يكون دائما. وسيناقش قضايا الأمن الغذائي والماء والطاقة والصحة والتعليم والتسامح والسياحة والأمن الإقليمي، ولكن يعني احنا شايفين يبدو أنه هذه الأرضية أصلا السياسية غير متوافرة بين العرب، يعني الاتفاق على حتى ضمن محور الاعتدال لم يعد هناك نقاط مشتركة بين هذه الدول. هناك صحيح. من يريد نحو التطبيع بصورة فاضحة ويهرول نحو إسرائيل، فكيف يمكن أن يكون بينها تحالف أصلا أمني أو عسكري إذا لم تكن الأرضية السياسية متوفرة؟ يعني نحن نتحدث فيما يخص المشروع العربي من باب الأمنيات وليس من باب تقدير الموقف، لأنه حتى دول الاعتدال العربي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني حتى في هذا الإطار يعني مجموعة النقب يعني بتضمش لا السعودية ولا عمان ولا قطر ولا الكويت، بتضم الإمارات والبحرين بلس المغرب ومصر، يعني هاي هي المجموعة اللي يعني السداسية والولايات المتحدة وإسرائيل بطبيعة الحال. لذلك يعني وأنا في تقديري أنه محاولة إسرائيل إضفاء بعد أمني على عمل هذه المجموعة لا يلقى ترحيبا بالذات من مصر. وسامح شكري كان واضح يعني في القمة وبعدها، يعني قمة النقب المقصود، يعني كان واضح أنه مصر لن تكون جزء من أي ترتيب إقليمي، وهذا الاجتماع ليس محورا وليس تحالفا وليس ترتيبا إقليميا. وأعتقد أنه مصر شاركت في هذا الإطار تحت ضغط أزمتها الاقتصادية الخانقة، يعني وهي تلقت بعد ذلك مليارات كثيرة من دول الخليج يعني في هذا المجال بدعم أمريكي وبضغط أمريكي في هذا المجال. لذلك أنا يعني لا أعتقد أن البيئة العربية ناضجة لعمل عربي جدي وحقيقي مشترك في هذا المجال، ولكن يعني دعنا دائما نأمل أنه قد تكون هناك لحظة لعودة الوعي أمام التهديدات اللي بتواجه المنطقة بشكل أو بآخر. وأنا في ظني أنه أي ترتيب إقليمي عربي للأمن الجماعي يجب أن يلحظ أيضا العلاقة مع دول الجوار الإقليمي التاريخي للمنطقة العربية، يعني نحن نقيم ترتيباتنا الخاصة بنا أولا، ثم نفكر بعلاقة مع تركيا، نفكر بعلاقة مع إيران. إسرائيل خارج المعادلة، إسرائيل هي التهديد، إسرائيل هي التهديد الوجودي، هي ليست شريك في هذه الترتيبات. أريد أن أعود إلى نقطة الأرضية العربية المشتركة سواء من ناحية سياسية أو أمنية أو عسكرية. لقاء الحسينية أمس بين الملك وعباس، هل يشي بتنسيق ثنائي متعمد بين قوسين صح التعبير للتوحيد الموقف الأردني الفلسطيني استباقا لأي تحضيرات أو رؤى قد لا تعجب هذين الطرفين تحديدا؟ لأنه تدرك أنه مثلا هناك رؤى مغايرة على صعيد الإمارات ربما أو السعودية. شوف اللقاء اللي صار مبارح يعني هو جزء من ما يمكن وصفه بالنمط، صار في نمط في العلاقة الأردنية الفلسطينية. هذه لقاءات تحدث بانتظام وباستمرار وبشكل متواتر، يعني ما بمضي شهر شهرين دون أن نرى قمة من هذا النوع يعني. وخلال الفترة بين القمتين هناك اتصالات شبه يومية إن لم تكن يومية بين كبار المسؤولين على ضفتي النهر في هذا المجال. في درجة عالية من التنسيق بين الطرفين محكومة بقاعدة أو بمروحة واسعة من التفاهمات السياسية والتوافقات السياسية، والأهم في مصالح مشتركة تجمع الطرفين في هذا المجال، يعني عميقة بهذا المعنى. وبالتالي أنا بعتقد في تطورات مهمة حدثت وستحدث قد تكون أملت مثل هذا اللقاء الذي حدث، يعني منها يعني بايدن راح يشوفه بمازن ببيت لحم، والملك راح يشوف بايدن للمرة الثالثة في جدة. بالتالي تنسيق الموقف، تنسيق الرسالة، أنا بعتقد هذا أمر مهم. ثانيا إسرائيل في أزمة حكومية مجددا وعلى وشك الدخول في انتخابات مبكرة خامسة في غضون 3 سنوات، وما حدا عارف المشهد الإسرائيلي كيف رح يتطور. تنسيق في هذا الموضوع أيضا بالغ الأهمية. ثالثا يعني القيادة الفلسطينية أجرت ترتيبات داخلية في الآونة الأخيرة، يعني
صار اتضح معها من هو رقم اثنين في سلم الوراثة والخلافة في مرحلة ما بعد عباس. أنا بعتقد الجانب الأردني أيضا يريد أن يطمئن إلى سلامة الوضع الفلسطيني الداخلي، لأنه السلطة هي الحليف الأول إن لم يكن الوحيد، يعني السلطة والمنظمة للأردن، والأردن لا يقيم علاقة مع الأطراف والفصائل، هو يقيم علاقة مع السلطة ومع المنظمة بهذا المعنى. لذلك في مستجدات كبيرة بهذا المعنى تستوجب بين الحين والآخر لقاءات بهذا المستوى. أنا بعتقد أن هذا الموضوع يعني كان في صلب المحادثات. ربما أيضا اللغط اللي أثير حول قصة الناتو الشرق أوسطي، تصريحات الملك في هذا المجال، ربما يكون الملك أيضا حب يطمئن الرئيس عباس أنه ما في انقلاب في الموقف الأردني، ولن نذهب إلى مسارات تحالفية مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين أو قضيتهم الوطنية. ربما يكون هذا أيضا في خلفية المشهد، يعني لأنه أنت بتعرف كيف استقبلت هذه التصريحات وكيف فسرت يعني في العالم، وللأسف ما لم ينبري أحد من كبار المسؤولين في الدولة ليقول شيئا مفيدا بعد تلك التصريحات، وبالتالي ترك الموضوع نهبا للاجتهادات والتحليلات والتقديرات والتكهنات والاتهامات وكل هذا الكلام يعني. وهذا السبب، أنا في ظني أن ما قيل موجزا وغامضا بعض الشيء في تصريحات الملك لم يجري بعد ذلك توضيحه وشرحه وتقديمه للرأي العام كما هو، دون ما حاجة للتأويل والتفسير والاجتهاد وغير ذلك في هذا المجال. ربما نستكمل هذه النقطة تحديدا، ولكن اسمح لي بأن أذهب نحو واشنطن عبر سكايب. ينضم لنا دكتور أسامة أبو رشيد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أسامة مساء الخير. مساء النور. حلف شرق أوسطي، ما بين الخلفية التاريخية الحديث حول هذا الموضوع وما بين الكلام الآن، هل ثمة إمكانية فعلية لأن يكون فعلا؟ بحول الحديث عن حلف شبيه بمفرد الشرق الأوسط باستثناء الملك، لا الأمريكيون يتحدثون عنه ولا حتى الإسرائيليون. هناك حديث عن منظومة دفاعية جوية مندمجة في المنطقة، في تلك المنطقة، وهي لا تشمل كل الدول، تشمل مجموعة من الدول، ويبدو أن هذه المنظومة الدفاعية الجوية قائمة عمليا. يعني بعض التقارير تقول أن تم توحيد ودمج الرادارات في المنطقة بين بعض منظومة بين بعض الدول، تشمل الإمارات، البحرين، يبدو الأردن ومصر جزء منها. فهناك مقدمات حقيقية واقعة على الأرض فيما يتعلق بالتنسيق الاستخباراتي، فيما يتعلق بدمج الرادارات، فيما يتعلق بالدفاع الجوي، أو فيما يتعلق حتى بالوجود العسكري الإسرائيلي اليوم في بعض دول الخليج وتحديدا البحرين الآن أصبح معلنا. والولايات المتحدة تريد أن تبني على هذا الواقع القائم، على هذا الإطار القائم. وزيارة بايدن ستدفع بهذا الاتجاه. وعمليا يعني إسرائيل دمجت في المنطقة بقرار الولايات المتحدة بتحويل إسرائيل من القيادة الأوروبية، أو منطقة إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية الوسطى. فاليوم المقدمات جاهزة، الإطار يبدو أنه جاهز ليبدأ تفعيله، لكن لا يعني بالضرورة أن كل الدول ستكون جزء منه. هناك بعض الدول لا زالت تبدي تحفظ، عندنا مثلا الكويت وعمان إلى الآن من غير الواضح إذا كانت ستدخلان في هذا الحلف أم لا. عندنا قمة أجريت أو لقاء أجري سري حسب الوول ستريت جورنال قبل يعني أيام قليلة في شرم الشيخ، ويبدو أن هناك عدد من قادة أركان الدول العربية كانوا حاضرين، منها مصر، منها الأردن، منها إسرائيل، منها الولايات المتحدة، ومنها السعودية أيضا. فإذا هناك واضح أن هناك تحركات باتجاه تطوير صيغة جديدة، صيغة ما. هل الصيغة تصل إلى الناتو؟ الموقف الأمريكي يقول لا، نحن لا نتحدث عن صيغة ناتو الآن في منطقة الشرق الأوسط، لكن لربما لأن هذه التطورات لم تتم بهذا التسارع من قبل، ولم تتم بهذا التكاثف بهذه الكثافة من قبل، فلربما عندما تحدث الملك عن الناتو هنا فإنه كان يتحدث عن صيغة جديدة وتمت إلحاقها بصيغة الناتو لأن مستوى التنسيق سيكون عاليا جدا. طبعا هذا يعني أن المنطقة مقبلة على استقطاب جديد، لكن أيضا لا ينبغي أن نتحدث فقط عن استقطاب، لأنه من ناحية
الولايات المتحدة تريد أن تعيد تفعيل الاتفاق النووي مع إيران، واليوم هم وأعلنوا يوم أمس أنه سيعودون إلى المفاوضات. في نفس الوقت إسرائيل وبعض الدول العربية عندها مشكلة مع إيران، وهم يريدون احتواء إيران. الولايات المتحدة تريد احتواء إيران في ذات الوقت بدون الوصول إلى معركة عسكرية مع إيران، لأن هذا سيؤثر على أجندة، ليس فقط أجندة بايدن، إنما أجندة الولايات المتحدة بشكل عام، وهو احتواء الصين بالدرجة الأولى ثم احتواء روسيا بالدرجة الثانية. فتصبح إيران ومنطقة الشرق الأوسط بمفهوم الصداع، وهم لا يريدون حرب، يريدون أن تكون هناك قوة وإطار تحالفي تكون مركزه إسرائيل مع بعض ما يسمى محور الاعتدال العربي لاحتواء إيران دون الوصول إلى مرحلة تصعيد مع إيران، بمعنى إضعاف إيران لأن هناك حلف ضدها في المنطقة، وهذا سيحد من قوة أدواتها في المنطقة، لكن في نفس الوقت دون إعطاء ذريعة لحرب. اللهم إن لم يتم توقيع اتفاق نووي، هذه مسألة أخرى. فبهذا أمريكا تخلق توازنا جديدا وتدمج إسرائيل في المنطقة وتتفرغ أكثر إلى الشرق، إلى 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 شرق، إلى شرق آسيا الصين، وتتفرغ إلى أوروبا وروسيا اليوم. لكن هل يعني أنه هذا انسحاب أمريكا من المنطقة؟ لا، إنما هي تطوير أدوات جديدة للقيادة سواء عبر وكلاء أم بالتحالفات في منطقة الشرق الأوسط. نعم، ما الذي يعني انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية الوسطى وانتقالها من القيادة الأمريكية في أوروبا؟ لأنه في الماضي لم يكن الأطراف العربية لم تكن تقبل بالتعامل مع إسرائيل، فاليوم الأطراف العربية تتعامل مع إسرائيل. يعني من سنوات إذا بدأنا، يعني كان عندنا المعاهدة المصرية 79 لكن لم يحدث اختراق عربي، ثم حدث عندنا اتفاق أوسلو ولم يحدث اختراق عربي واسع، لكن بدأت مقدمات الاختراق، كل مرحلة تقود إلى أخرى، ثم كان عندها واري عربة. اليوم نحن نتحدث عن مرحلة جديدة، مرحلة تسارع في المنطقة للتطبيع مع إسرائيل. ليس فقط المغرب، ليس السودان، ليس البحرين، ليس الإمارات، هناك حديث حقيقي أن هناك دول أخرى متطبعة سرا. إسرائيل تقول ذلك، الولايات المتحدة تقول ذلك، وهذا التطبيع سيظهر إلى العلن قريبا. السعودية لها علاقات مع إسرائيل قطعا، عندما يكون رئيس هيئة الأركان المشترك السعودي موجود في شرم الشيخ مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إذن هناك تطبيع. لا يمكن اليوم عندنا كثير من الدول بدأت، يعني حتى قطر إذا كان رئيس هيئة أركانها أيضا موجود هناك. فإذا هذا يعطيك أنه الصورة اختلفت اليوم، ديناميكيات المنطقة اختلفت، الخطوط الحمر لم تعد خطوط حمر، والمحرمات لم تعد محرمات، ومن ثم فهي كانت عملية انتقال طبيعي، أن إسرائيل عمليا هي جزء من منطقة الشرق الأوسط بين قوسين، يعني مصطلح الشرق الأوسط لأنه ليس مصطلحا من الذات، مصطلح استعماري، لكن هذه إسرائيل أصبحت جزء من المنطقة، والقيادة الوسطى هي المكلفة بإدارة المنطقة. وهناك اليوم كسر للحواجز التي كانت تعيق العلاقة بين إسرائيل والدول العربية، واتفاقات إبراهام أثبتت أن الموقف العربي من إسرائيل لم يعد متعلقا بالقضية الفلسطينية نهائيا. نتنياهو قال عندما وقع الاتفاق، وقت اتفاق إبراهام في 2020 في سبتمبر، عندما قال مع البحرين والإمارات، قال بأن هذا يثبت خطأ نظرية من كانوا يقولون إسرائيل لا تستطيع إحداث اختراق في المنطقة وتطبيع علاقاتها مع العرب إلا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية. قال هذا هذه حجة الآن انتفت من حيث الأصل، من حيث الأساس، وهذا هي الحقيقة القائمة. فنقلها للقيادة الوسطى، نعم، عمليا هو يعني اعتراف بواقع، وفي نفس الوقت دمج أكبر لإسرائيل في المنطقة لكسر كل الحواجز المتبقية في المنطقة للتعاون مع إسرائيل، في ظل الحديث عن البعبع الإيراني الذي هو لا شك أنه إيران تحدي وتهديد، لا شك، لكنها ليست التحدي والتهديد المركزي الذي يحاولون أن يجعلونه، وكأن إسرائيل هي الحليف والصديق، لأنه هنا في مشكلة في المقاربات الأمنية القومية العربية، لأنه إيران لا شك أنها تنساح في فراغ الفوضى العربية والفشل العربي وعدم تطوير قدرات ذاتية، لكن إيران ليست تهديد مركزي وجودي لنا، لكن إسرائيل تهديد مركزي وجودي لنا. هذا لا يعني أن إيران سياستها جيدة، لا، لكن ينبغي أن تحتوى عربيا، لكن لا يوجد موقف عربي. العرب يريدون اليوم مغناطيس، وهذا المغناطيس هو أمريكا، لكن أمريكا وكلت هذا الدور لإسرائيل وأصبحنا نحوم حول إسرائيل، فنحن كمن يهرب من قيض الحر إلى الرمضاء، يعني في كل الأحوال. نعم. فللأسف هذا هو الموقف العربي الذي هو موقف لا يشرف في كل الأحوال. دكتور أسامة أبو رشيد، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.
بالعودة أستاذ عريب، لماذا لا يستطيع العرب أن يتدبروا أمورهم بالتعامل مع إيران بعيدا عن هذا المغناطيس الذي كان يتكلم عنه قبل قليل من خلال موقف أمريكي، والآن أمريكا صارت بدها تصدر لنا إسرائيل بأنه هي من يمكن أن تكون من يستطيع أن يتعامل مع إيران، لماذا؟ يعني قبل ما أجيب على هذا السؤال، أنت سألت دكتور أسامة ماذا يعني انتقال إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى المنطقة الوسطى في الترتيبات الأمريكية إلى السنتكوم، ما يعني بالضبط؟ هو ما حصل في البحر الأحمر عندما كانت إسرائيل طرفا في أضخم مناورات بحرية في البحر الأحمر ومشاركة أكثر من 40-50 دولة، معظمها دول لا تقيم علاقات رسمية ولا تطبع رسميا مع إسرائيل. يعني لا نتحدث عن الأردن ومصر ولا نتحدث فقط عن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، نحن نتحدث عن دول جاءت من أماكن بعيدة لا تقيم علاقات يعني مع إسرائيل في هذا المجال. يعني ذلك أيضا أن إسرائيل تشارك هذه الأيام في مناورات صحراوية في المغرب، وهذا أول مرة في تاريخ المنطقة التي تذهب بها القوات الإسرائيلية كل هذه المسافة للمشاركة في مناورات في البحر المتوسط. هناك معلومات موثوقة أن المناورات الإسرائيلية التي جرت مؤخرا بما فيها تلك التي في قبرص والتي تحاكي ضربة لحزب الله في لبنان وضربة للمفاعلات النووية الإيرانية شاركت بها بعض الدول العربية، يعني شاركت بها بعض الدول العربية فيه. إذن يعني في بهذا المعنى يعني الأمر يعني يسير على قدم وساق، لكن أنا أتفق مع اللي قاله، قلنا في المداخلة الأولى لا تصل الأمور إلى مستوى نيتو، لا أحد يريد في هذه اللحظة على أقل تقدير، الأولويات الآن غير ذلك، لكن هناك تنظيم يعني للعمل الأمني لربط لشبكات الرادار للدفاعات الجوية، وربما ينتهي إلى تحويل القبة الحديدية الإسرائيلية إلى قبة حديدية إقليمية. يعني هذا ممكن يكون يعني الخطوة التالية في هذا المجال، يعني نشر منظومات يعني مضادة للصواريخ وللطائرات المسيرة وللطيران الحربي في أكثر من مكان في المنطقة ضمن شبكة واحدة، وإسرائيل هي الحاضرة الأساسية يعني في غرفة العمليات في هذا المجال. هذا تطور خطير وهذا تطور مقلق ولا يجوز التقليل من شأنه حتى لو لم يصل إلى مستوى الناتو. يعني هذا لو أردنا أن نقف على أسباب ذلك، يعني أسباب ذلك أن إسرائيل باتت هي وكأنها القدر المقدور في المنطقة. الله يشوف، هي ليست قدر مقدور بقدر ما هذا تعبير عن حالة العجز والهوان اللي بعيشها الوضع العربي الرسمي عموما. يعني إسرائيل ليست دولة كلية القدرة، يعني إسرائيل التي لم تستطع الدفاع عن الجبهة الداخلية عن العمق الإسرائيلي في مواجهة صواريخ حزب الله في 2006 وفي مواجهة صواريخ غزة في أكثر من حرب بعد ذلك 2008-2009-2014 والعام الفائت يعني في سيف القدس. يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل هذه كفيلة أو قادرة على حماية يعني أمن الخليج العربي أو الأمن القومي العربي، يعني وما مصلحة إسرائيل في ذلك يعني في نهاية المطاف. إسرائيل لها أهداف أخرى في هذا المجال، وإسرائيل لن تقدم جندي واحد للدفاع عن أمن أي دولة من الدول المطبعة في هذا المجال. هذا ليس من شيم إسرائيل تاريخيا في هذا المجال، لكن في حالة عجز وهوان وفي قناعة راسخة عند كثير من الحكام والحكومات العربية أن الطريق إلى واشنطن والغرب يمر حكما بتل أبيب، وبالتالي كسب الرضا الإسرائيلي هو التوطئة، هو التوطئة. أنا بتذكر بزملاتي كتبت مقال ساخر، يعني كن مع إسرائيل ولا تبالي، يعني على غرار كن مع الله ولا تبالي، يعني شايفني معنى أن تستطيع أن تكون مجرم حرب، تستطيع أن تكون جنجويد ومتهم بجرائم حرب في دارفور، تستطيع أن تفعل ما تشاء، إن أقمت علاقة مع إسرائيل فأنت ذنبك مغفور ولا تذهب للهاي ولا للجنايات الدولية، وبالعكس يعني ستكون ضيفا عزيزا ومكرما. يعني وإسرائيل هي التي تتولى تسويق هذا النمط يعني من القادة العرب في الغرب، وهم مرتاحين لهذه المسألة، هم مرتاحين للغاية في هذا الموضوع. لماذا العرب لم يستطيعوا؟ في الحقيقة تجربة العرب، يعني أعطيني مثال واحد على نجاح الجامعة العربية أو النظام الإقليمي العربي في حل أي خلاف عربي بيني. أنا لا أذكر،
أنا شخصياً ما عندي أي مثال أقدم لك إياه إنه الجامعة العربية هلا بتوسطوا قال الجامعة العربية بين أوكرانيا وروسيا. طب يا أخي روح على ليبيا، ما هي حدك يعني، اليمن هي حدك يعني، الجزائر والمغرب على أبواب حرب، ومئة مليون عربي في المنطقة مستنزف كل قدراتهم في صراع بلا معنى، صراع عبثي بلا معنى. طب اتدخل لحل هذا، راح تحلل المشكلة بين أوكرانيا وبين روسيا؟ يعني في حالة سيبني من الدفاع والنظام الدفاعي ونظرية الدفاع طيب العربي المشترك. إذا تجاوزنا قصة الجامعة العربية خلينا في إطار النظام الإقليمي، هي جزء من الجامعة يعني، معاهد الدفاع المشترك اللي حبر على ورقة من الستينات. ولكن كان القصد أنه الآن نحن في إطار بين قوسين محور الاعتدال، ثمت صيغة تقليدية للتعاطي مع القضية الفلسطينية نذكرها في مرحلة ما قبل الربيع العربي. ألا يمكن اليوم الحديث عن نسخة عربية منقحة تستعيد على الأقل الصيغة، صرنا نبكي عليها، صيغة المبادرة العربية والحديث عن طاولة السلام؟ اليوم العرب يذهبون نحو إسرائيل. ألا تعتقد إذا بدنا هيك نفكر خارج الصندوق يعني قليلا، في تباينات في الإطار العربي؟ مصر مثلا لماذا تترك دورها التاريخي مثلا؟ لا، في تباينات في الموقف العربي، يعني بمعنى أنت الآن يعني درجة الاهتمام بالمسألة الفلسطينية تتفاوت من دولة لدولة. يعني أنا بعتقد أن الأردن لأسباب معروفة جيدا، تاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والروابط والعلاقات، يعني هو الأكثر اهتماما بين دول معسكر الاعتدال العربي بالمسألة الفلسطينية، وهي شأن داخلي وليس شأن خارجي في الحالة الأردنية، والوصاية وكل هذه الملفات. طيب إذا كان الأردن كذلك الأردن، وإذا كانت مصر مهتمة بدرجة أقل من الأردن، دعنا نعترف بذلك، رغم أنه غزة هي حبة البطاطا الساخنة في حضن مصر دائما يعني، وبالنسبة لهم يعني هذا موضوع مهم جدا في حسابات الأمن القومي المصري، ولكن غزة عمرها ما كانت تهديد للأمن المصري، عمرها ما كانت تهديد، حتى لما بتكون مصدر إزعاج، لكن ما بتصل لمستوى أنها تكون مصدر تهديد للأمن. وبين غزة وبين مصر، بين الواد حيث المصريين يقيم، في صحاري، في صحاري ممتدة، في سيناء. بس هو القصد أنه اليوم ما عجه الموضوع موضوع أنه ما هو موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، الموضوع أن دولا مثل مثلا الإمارات تريد جر مصر إلى ذهب نحو إسرائيل وفقا للمقاس الإماراتي. فتش عن الاقتصاد، فتش عن الاقتصاد، وفتش عن فشل السياسات التي اعتمدت في هذه الدول في بناء اقتصادات يعني مستقلة، اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي، اقتصاد قائم على الاعتمادية على النفس وليس الاعتمادية على الآخر. لذلك أنا في تقديري بعض الدول الغنية في الخليج العربي تستثمر ذلك للضغط على هذه الدول من إيدها المجروحة، يعني تمسكها من إيدها المجروحة بشكل أو بآخر. طيب يا سيدي ليش نبعد إحنا عن شيء؟ طب معنا بحر أحمر وعنا صحاري بتنتج طاقة كهربائية قد ما بدنا نظيفة، هيك ليه احنا مضطرين نروح نعمل مشروع مع اسرائيل في هذا الموضوع؟ لانه التمويل الاماراتي بده هيك، لانه الامريكان بدهم هيك، جون كيري بده هيك. طب ما احنا ممكن نعمل زيتنا بدقيقنا، ميتنا عنا وكهربتنا عنا والمصاري عربية، تمويل عربي، ليش ندخل اسرائيل في هذا الموضوع؟ لا، في حسابات اخرى ليست نظيفة في هذا المجال. تعال اضغط على موضوع الطاقة، اضغط هنا بموضوع المي، اضغط هنا بموضوع الغذاء، اضغط هنا بموضوع الجنيه المصري، اضغط هنا بموضوع الودائع والاستثمارات وكل هذا الكلام، وخذ في الأخير مواقف وسياسات. يعني هذا واقع الحال. أنا أخشى ما أخشى كمان، وهذا يسجلها علي، يعني أن العلاقة مع إسرائيل بالنسبة لبعض دول الخليج أصبح جزء من اللعبة الداخلية في إطار مجلس التعاون الخليجي. نحن نستقوي على بعضنا البعض بالعلاقة مع إسرائيل. زمان كنا نحاول نتودد لواشنطن ونشوف مين أكثر واحد فينا قريب من واشنطن، ومين أول واحد فينا بيستقبله الرئيس الأمريكي عندما تطأ أقدامه البيت الأبيض. هلأ ما عادت هاي القصة، هلأ صارت إسرائيل يعني المحج. لا، وممكن تكون أداة للاستقواء. طب انت لك علاقات قوية مع تركيا، اوكي انا لي علاقات قوية مع اسرائيل، يعني شوف لك علاقات قوية مع ايران، اوكي انا لي علاقات قوية مع اسرائيل. للأسف حتى داخل المنظومة الخليجية انا بعتقد انه مسار التطبيع اتخطى الموضوع الفلسطيني، هيك دخل في لعبة الحسابات والتوازنات. وانت تعرف الان يعني ديناميات القوة داخل مجلس التعاون الخليجي تغيرت،
مجلس التعاون طول عمره قاطرة بسائق واحد منذ أن تأسس يعني قبل أكثر من 40 سنة، وهو قاطرة بسائق واحد. الآن هي قاطرة بثلاث سائقين يعني، شايف كيف؟ وبالتالي كل واحد يحشد عناصر القوة والاقتدار وبخطط سياسات وبخطط تحالفات وإلى آخره. يعني الآن في ثلاث مراكز، وأنا بعتقد أنه ثلاث مراكز متنافسة، ديش أقول متصارعة ولا متحاربة، وأعتقد أنه ربما العشرية القادمة يكون عنوانها هذا التنافس والتصارع بين ثلاث مدن في الخليج، يعني الدوحة ودبي ومدينة نيوم، واللي بيعيش برا ومن يعيش يرى. هل يمكن أن يكون ذلك واقعا؟ واقع، والآن واقع، لكن نأمل أن يظل في إطار التنافس المشروع والاقتصادي على جذب، ما يتحولش كما هو الحال في السياسات العربية إلى صراع مكشوف وحدي وقطيعة وحصارات وإغلاقات يعني كما هو الحال يعني في أكثر من مرة يعني في التاريخ يعني في العربي الحديث. نأمل أنه يظل يعني في إطار التنافس المشروع بين دول تسعى للاستثمار، جذب الاستثمارات، الرساميل إلى آخره، السياحة. لكن أنا ليس عندي أي ضمانة أنه التنافس في العالم العربي بيبقى في هذا الإطار ولا يتحول بعد حين إلى احتراب. تجربتنا مريرة على هذا الصعيد، لأنه ما في عقلانية أساسا يعني بتميز السياسة العربية أو النظام السياسي العربي. بس بدي أجيب لك مثل تاني، يعني ابعد عن بدناش هلا إحنا منظومة دفاعية عربية وحلف عربي وهذا الحكي الكبير الطموح. إحنا كيف قدرنا نقرب اقتصاداتنا من بعضنا؟ إحنا عاملين وثيقة عربية من الستينات اسمها السوق العربية المشتركة، وكان عندنا نظام اشتراكي ونظام نص اشتراكي ونظام رأسمالي ونظام إقطاعي في العالم. إحنا شو اللي وحد تقريبا اقتصاداتنا على قواعد ومبادئ معي؟ منظمة التجارة العالمية، ديناميات خارجية هي اللي بتجيبنا لبعض، زي ما أمريكا بتجيبنا بالسياسة. اتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة الحرة ومعايير السوق الدولية هي اللي خلت الاقتصادات العربية تقريبا تتماثل من حيث بنيتها وقواعدها وإلى آخره. يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو اللي وحدنا اقتصاديا للأسف. مش إحنا يعني ترجمنا بطريقة لائقة وبما يخدم مصالحنا ومصالح شعوبنا ما سبق أن تواضعنا وتوافقنا عليه قبل أكثر من 50-60 سنة. فبالتالي لا، يعني أنا موضوع العمل العربي المشترك لا أرى له بوادر في هذا المجال. وحتى لما بحدث، حتى عندما يحدث طفرات مواسم، يعني احنا اجتنا فترة يعني اخر الثمانينات ان كنت تذكر صار عندنا ثلاث مجالس عربية، مجلس التعاون العربي اردن وعراق ويمن، صار عندنا مجلس التعاون الخليجي كان متأسس، مجلس التعاون المغاربي. انظر الى هذه المجالس المغاربي، في خبر كان العربي راح مع صدام ومع علي عبد الله صالح، مجلس التعاون الخليجي كاد ينهار في أزمة قطر، كاد ينهار وكنا ربما على أبواب حرب، حكى عنها المرحوم الشيخ صباح الأحمد في الكويت أثناء زيارة الولايات المتحدة، الحمد لله نجحنا في درء حرب على فترة الأزمة القطرية في هذا المجال. إذن طيب في هذا الملف ما الذي يمكن أن يستعيد شيئا ما من البوصلة العربية إذا ما أردنا أن نستشرف في المنطقة؟ يعني إذا بصورة واضحة كان مفتاح هذه التحولات الربيع العربي بما أنتجه بغض النظر عن الموقف منه، اليوم كيف يمكن أن تستدير الساعة؟ أولا بصيرش نحكي عن الربيع العربي بصيغة الماضي. يعني أنا شخصيا لا أعتبر أن الربيع العربي انتهى، وأنا شخصيا أعتقد أنه موجات قادمة من الربيع العربي تقرع الأبواب، وهذا الربيع لم ينجز مهامه لأنه كان ضحية مؤامرة، تآمروا على الربيع العربي والخراب اللي حل بالمنطقة بخلاف الكلام السابق. أليست هذه أستاذ عرب مجرد أمنيات؟ ما النسخة الثانية التي حدثت في الجزائر والسودان، ما الذي أنتجته؟ ذهبت السودان نحو إسرائيل. يا سيدي هذا بروسس. ليش السودانيين رفعوا الراية البيضاء؟ طب ما كل يوم في مواجهات وكل يوم في شهداء وكل يوم في تضحيات. طب ممكن واحد كل يقول يوم. لك طبعا كل يوم ممكن واحد يقول لك ماشي هذه الموجات. لا بس هي مش قصة أمنيات أو مش أمنيات، أنا ما بخو مش ترف ولا هي رغبة ولا هي إرادة، صورة تاريخية. في فشل
في فشل كورونا وأوكرانيا، الجائحة والاجتياح خلقت ديناميات جديدة. الآن في 5 دول عربية تواجه المجاعة، مجاعة بكل بالتعريف الأممي، لبنان الكلمة. مش بس لبنان، عادت إلى ما قبل التاريخ، اليمن والسودان والآخرين. عندك الآن بعض التقديرات تتحدث عن احتمالات انفجارات وشيكة في عدد من الدول العربية، أكثر من 5 اللي بواجهوا خطر المجاعة. وفي بعض التقديرات الغربية بتحكي عن مصر، بتحكي عن تونس، بتحكي عن الأردن، بتحكي عن أطراف عديدة قد تكون تواجه مثل هذا الاحتمالات. لما بكون في انسداد سياسي، لما بكون في أزمة فقر وبطالة، لما بكون في أزمة طاقة وغذاء، لما بكون في أزمة عطش ومياه. سيقال لك بأن هذا كله متفق عليه، ولكن من ما الضمانة بأن تنتج تحولا سياسيا؟ مش بالضرورة، ممكن ينتج فوضى، ممكن ينتج كوارث، ممكن يكون عنيف. أنا ما بعرف، أنا ليس لدي تقدير أو قراءة أنه كيف ستكون عليه حال الاحتجاجات أو الانتفاضات القادمة، ما بعرف، لكنها آتية. هل ستأخذ شكلا سلميا؟ هل راح تأخذ نفس الشكل في كل الدول العربية؟ هل محركاتها اقتصادية فقط أم ثمة دواعٍ سياسية؟ أساسا اقتصادية مدفوعة بحالة احتقان سياسي جراء انحباس مسارات الإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالم العربي. في انحباس، في انحباس بكل ما تعني الكلمة في هذا المجال. ولكن يا أستاذ ريب، هنا في قصة مهمة. البعض يقول بأن كل هذه الترتيبات، وهذا محورنا الأخير، كل هذه الترتيبات واللقاءات المكوكية والجولات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية بمشاركة إسرائيل، نعم، ومن فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، هي بشكل أو بآخر، وهذه الاستدارات التركية وعودة المحاور التقليدية. اليوم هنا ثم تحديث عن عودة حماس إلى النظام السوري، التحالفات مع إيران والحوثيين وحزب الله، الاستدارة التركية، الانفتاح على مصر والإمارات، ألا يعني إسرائيل. ذلك ألا وإسرائيل ألا يعني ذلك بصورة أخرى عودتنا إلى ما قبل لحظة الربيع العربي؟ كيف يمكن أن نتحدث عن لحظات أخرى من الربيع العربي؟ لا لا، أنا يعني أنا في رأيي المحرك الأكبر لثورات الربيع العربي القادمة في حال حدوثها ما له علاقة بهذا الموضوع، ولا له علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني القضية الفلسطينية كفت عن أن تكون محرك للشوارع العربية، هلا بتأثر بشكل متفاوت، بيستقبلها الشارع الأردني أكثر من غيرها، لسبب مش بس القرب والصلات والتاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، لأنه الأردنيين على قناعة، الرأي العام الأردني على قناعة أنه هو الهدف التالي لإسرائيل بعد الفلسطينيين، وبنفس القدر من التهديد. ليس الفلسطينيون وحدهم المهددين بهذا المشروع، الأردنيين أيضا مهددين. وانت شايف هلأ يعني الحديث اللي عم بجري، السيناريوهات اللي عم بجري تهيئة الطريق إليها، سيناريو ضم ما تبقى من الضفة الغربية للأردن، سيناريو مملكة فلسطين الهاشمية، سيناريو مش عارف أبصر إيه، كلها عزف على نفس الوتر، الوتر اليميني المتطرف في إسرائيل، وهو حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين. لهذا السبب الأردن الآن يقظ، ومش صدفة أن الأردني هو أكثر من تفاعل مع انتفاضة القدس وسيف القدس. في قرية في الأردن ما طلعت تضامنا، بس هي ليس فقط تضامن، هو دفاع عن الذات أيضا، هو دفاع عن الذات. أنا في ظني المحركات الأكثر حتكون لها علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وبانحباس العمليات السياسية داخل هذه الدول والمجتمعات قولا واحدا. لكن من نتائج، قد يكون من نتائج هذه الحراكات، إذا قدر لها أن تنتهي بطريقة سلمية إلى تغيير حقيقي ما، لن يكون هناك حكومة ديمقراطية منتخبة عربية صديقة لإسرائيل قطعا. لن يكون هناك، لن يكون. اللي بيجرؤ على يعني التطاول على كل ثوابت هاي الأمة وضميرها ووجدانها وتاريخها وهويتها، هم الناس اللي ما لهمش قاعدة شعبية. صحيح، ولكن هذا إن تمكننا من إيجاد حكومات منتخب ولم ينقلب عليها مرة أخرى. يا سيدي، دعنا شوف، أنت يعني بلحظات انعطاف كبرى كالتي نعيشها الآن في المنطقة وفي العالم وفي النظام العالمي،
الأمور لا تقاس بيوم ويومين ولا بسنة وسنتين. صحيح. القضية الفلسطينية أنا صحيح. في ظني أكبر خطأ وقعنا فيه إن صدقنا إنه الدولة على مرمى حجر. وإذا لسه في حدا يعني بيحكي هذا الكلام أنا في رأيي لازم نقول له هدي شوي. يعني كان هذا العبارة شهيرة للراحل ياسر عرفات. امبارح سمعت شبيه بها على لسان إسماعيل هنية في بيروت إنه مش متأخرين أنتوا هون للاجئين في لبنان. يعني حضروا حالكم العودة وشيكة ولا لا؟ العودة مش وشيكة والدولة مش وشيكة والصراع طويل ومرير مع هذا الاحتلال. وهذا الاحتلال مش زي ما يقال يعني 2022 2027 2028 رزنامة زمنية لنهاية. لا هذا في نهاية المطاف في التفكير البعيد نعم، لكن هذا بحاجة لجهد ولشغل ولكفاح ولنضال ولسنوات عقود ربما. طيب سنوات عقود. أنا رأيي الحراك على المدى المتوسط والبعيد في المنطقة العربية يصب في صالح الشعب الفلسطيني وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الإسلامية الفلسطينية أن تفكر جيدا الآن، خاصة بعد انتشار وتفشي ظاهرة التطبيع في العالم العربي. حليفك الآن كما كان في الماضي وفي المستقبل حليفك هو الشعوب العربية. يجب إعادة ربط حركة النضال الفلسطيني بحركة الشعوب العربية. متى كانت في التاريخية مرتبطة حركة الشعوب العربية؟ لا كان عندنا بالستينات بالسبعينات كان في كان في كان في جو غير هذا الجو، ولكن كله في سياق الأنظمة. يعني لا بس يعني على في جزء منه براعي موضوع الأنظمة، لكن لا يعني كان في عندنا الحركات اليسارية الحركات القومية. هل تستطيع الشعوب التحرك بعيدا عن أنظمتها؟ أنا رأيي في مرحلة نعم، أنا بعتقد في مرحلة قادمة نعم. وأعتقد الآن يعني في ضميرها في وجدانها هي لا تشاطر هذه الأنظمة مواقفها. قلة من الدول اللي ما عندهاش وجع راس من شعوبها، قلة قليلة. طيب الباقي عنده وجع راس، هذا وجع الراس قد يتحول الى سرطان دماغ في يوم من الايام. لكن هذا وقد لا يكون هذا بعيد، وقد لا يكون هذا بعد فترة طويلة، خاصة انه في عوامل خارجية عم بتغذي وعم بتسرع في هذا المسارات. قلت لك احنا طلعنا من الجائحة الى الاجتياح، من جائحة كورونا لاجتياح اوكرانيا. يعني انا شخصيا يعني اراها رأي العين كما يقال، لكن شو دنيمياتها؟ كيف حتاخذ اشكال؟ ممكن تكون فوضى، ممكن تكون شلالات دم، ممكن تكون انتقال سلمي، ممكن تكون خليط من هذا وذاك. هذا بفرق من مجتمع لمجتمع. مجتمع منظم مدنيا سياسيا حزبيا قادر يحتوي طيب ولكن ظواهر الانفجار، لكن مجتمع مفرغ مجوف. ذكرت نقطه اود ان استوقف عليها واتوقف عندها، قصه انه في الاطار القضيه الفلسطينيه الدوله ليست قريبه، العوده ليست قريبه. لا مش قريبه. ألا تعتقد بأنه إذا بدنا نتكلم في الإطار التقليدي نعم ليست قريبة، لكن اليوم انتقلت القضية الفلسطينية من حوزة النظام العربي والتحرك التقليدي في إطار النظام العربي إلى أن تكون هناك أحلاف للمقاومة وأن يحتضن الشعب الفلسطيني هذه المقاومة؟ ونحن رأينا في معركة القدس وسيفها ما الذي فعلته المقاومة. ألا تعتقد أنه هذا المسار إلى تطور وأن ذلك يمكن أن يصب في أن تكون العودة قريبة؟ لا 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 انا شوف انا شخصيا مش كثير معول على هذا المحور. يعني اقول لك بصراحه يعني شايف كيف انا مش معول كثيرا على هذا. انا معول على جيل ما بعد اوسلو، على جيل الالفيه الثالثه اللي خرج في كل بقاع فلسطين والشتات ونهض من تحت الرماد وحطم الاسطوره القائله انه الكبار يموتون والصغار ينسون. شايف كيف تحطمت هذه النظرية. أنا مراهن على روح جديدة عم تنبعث داخل الشعب الفلسطيني، يعني روح جديدة بكل ما تعني على عشرات الألوف اللي بيحتشدوا في ساحات باب العمود والأقصى والآخره. وهذا ما كنت أقصده. أنا هذا اللي بعول عليه. لا معول على إيران ولا معول على دمشق ولا معول على الضاحي ولا معول على حدا. أنا معول على هذولا. وأقول لك أكثر من ذلك، أنا تعويلي حتى مش على الفصائل بهيكلياتها القائمة وانقساماتها وخرائطها المعروفة. أنا معول على جيل جديد شفناه بالعين، احتكينا فيه بأوروبا بأمريكا بال48. أنا معول على عودة اللد ويافا وحيفا إلى خريطة الصراع. هذه دول مدن منسية الآن، هاي خطوط تماس الآن مع الاحتلال. كنا زمان نقول الاحتلال شرق وزور
بحرب 67 ونتائجها. اكتشفنا بعد انتفاضة القدس العام الماضي أن هذا الاحتلال لم يهضم بعد حرب 48 مش 67. طلعت اللد وطلعت يافا وطلعت حيفا وطلعت شفا عمر وطلعت كل المدن وبير السبع وكله كله طلع مع بعض. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني قادر على أن يطور المعادلات. نعم، نعم، أعتقد أنه يفرضها. حتى مش بحاجة كثيرا، يعني أنا مثلا مش قلق جدا، مش متطير من مسار التطبيع وانعكاساته السلبية. ليش أخوي؟ قبل ما يطبعوا شو كانوا مقدمين للشعب الفلسطيني هم دخيلك؟ يعني خلينا نحكي بصراحة. ولما كانت القضية بإيدهم شو كانوا مقدمين للشعب الفلسطيني؟ ولما عملوا مبادرة السلام في بيروت شو اللي عملوا لجعل هذه المبادرة ممكنة؟ ولا إشي. فلا، الشعب الفلسطيني الآن عم يصل إلى القناعة تدريجيا لكن بتسارع. ما حك جلدك غير ظفرك، هذا مش انعزال، هذا مش يعني بطر، هذا لا، هذا أمر واقع الآن. بس ممكن واحد يحكي لك انه لان الظرف العربي يفرض علينا ان نفكر بهذه الطريقه. ماشي ماشي، ما احنا بنقبل استاء يا سيدي. ماشي، الى ان تتحسن شروط هذه الشعوب وصير لها صوت مسموع، شايف كيف؟ احنا عندنا يقين مسبق انه صوتها سيكون الى جانب فلسطين وضد نظام الاحتلال بكل تاكيد. ولكن هناك من يقول، اختم بهذه الفكره، بانه ربما في فتره سابقه كنا نظن بأن تحسن البيئة العربية يمكن أن ينتج تحولاً على إطار القضية الفلسطينية، تحديداً نستخدم كلمة التحرير وإنهاء الاحتلال، ولكن اليوم باتت القضية الفلسطينية هي المحرك للشعوب، بمعنى أنه ننتج تحول داخل القضية الفلسطينية وداخل الأراضي الفلسطينية وأن ينتهي الاحتلال، وبعدين قصة الدول العربية طويلة. أنا رأيي الفلسطيني بيقدم بالقدس وفي الضفة وفي غزة وفي كل مكان بيقدم نموذج ملهم للشعوب العربية، مش مشان يتضامنوا معه، لا، مشان يجرؤوا على المواجهة لحقنهم بجرعة شجاعة وإقدام وبسالة. اللي عم بصير في فلسطين يعني صفحات بسالة يعني وبطولة مجيدة بكل ما تعني أطفال ونساء وشيوخ ورجال ولاقة، وثقة عالية بأنه هذه أرضنا وهذه بلادنا وقاعدين ولن نغادر ولن نهاجر ولن. أنا رأيي الشعب الفلسطيني ملهم بهذا المعنى. صحيح. لكن بدي أختم، أنا طالما أنت بدك تختم أنا كمان بدي أختم. أنا بدي أختم برسالة. مش مطلوب من العرب يتضامنوا مع الفلسطينيين في حملات ضد التطبيع. أنا لما بقول لك قاوم التطبيع مع إسرائيل ما بقول لك هذا الكلام مشان من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني. تضامنت منيح ما تضامنتش منيح. إذا بدك تدافع عن مستقبلك في بلدك عليك أن تقاتل ضد التطبيع. صحيح. لأنه الآن من يحمي ومن يتحالف، الآن احنا أمام حلف أنظمة استبدادية في معظمها فاسدة، في معظمها مستبدة، في معظمها غير شرعية، تتحالف مع نظام احتلالي عنصري أبارتايد موثق دوليا. معاد هذا اتهام فلسطيني، هاي تقارير دولية موثقة. نظام الأبارتايد في إسرائيل، هذا الحلف لا يعطل فقط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتزاع حقوقه الوطن، يعطل حقك كعربي في حياة كريمة وآمنة ومعيشة لائقة ونظام حر وديمقراطي وسيد. لذلك لنتحد جميعا في مواجهة هذا الحلف التطبيعي، شايف كيف، اللي عمليا يهدد الفلسطينيين مثل ما يهدد كل شعب من شعوب هذه الأمة في مستقبلها. صحيح. إذا السودانيين بدهم يخلصوا من الجنجويد بدهم يقولوا بصوت واحد لا للتطبيع، لأنه من يحمل جنجويد هم الإسرائيليين. صدقت. الأستاذ عريب الرنتاوي، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك على هذا التطاف. وأنتم مشاهدينا، إلى هنا أتينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.